السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كده عايزه منكم بدايه الفيديو دعوه من قلب الامي بالرحمه والمغفره. وكمان اذا لسه ما اشتركتوش في قناتي انزلوا تحت الفيديو هتلاقوا زرار احمر اضغطوا عليه، فعلوا جرس التنبيهات، اختاروا كلمه الكل، بالتالي كده كل ما انزل فيديو يوصلكوا اشعار. واذا انتوا هنا معايا على الفيس اتمنى اعجاب بالفيديو، اعجاب بالصفحه نفسها، والاستمرار معايا في المتابعه ان شاء الله، واثبتوا وجودكم بالتعليق لان التعليق بيفيدني جدا. يلا مع بعض نشوف الفيديو. مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة. يلا يا بنات، النهاردة هنحفظ الليمون للسلطة بطريقة سهلة جدا وجميلة جدا وبسيطة وتقليدية، ترى الكل يعرفها يعني، بس أنا بشاركها معاكم. أنا عندي هنا كده، عارفين قوالب التلج الصغننة دي اللي بنحطها في البيبسي والمشروبات بيبقى شكلها كيوت وجميلة، هي دي اللي أنا هستعملها. ليه بقى؟ علشان شايفينها المربع بتاعها صغير جدا، فيا دوب ان انا اخد المربع الواحد لطبق السلطه بتاعتي. لو عم تعملي طبق سلطه عملاق هتاخدي مثلا 2-3، ولكن انا بحس ان انا هعمل كل يوم طبق سلطه اخد المربع احطه فيها. طب عندي هنا كده ليمون، كان نفسي احط ليمون مصري بس لقيته ما فيهوش ميه، فانا جبت الليمون ده اللي هو الكبير. تمام، هبدا ان انا اعصره بالعصاره وبعد كده احطه هنا ونتلكه. تمام كده يا بنات؟ يلا لايك. تمام كده انا عصرت جزء من الليمون، هبدا بقى انا اجيب هي دي واحطه هنا. خلي بالك ما ينزلش التفل، عادي حتى لو نزل على فكره انت هتحطيها في السلطه، بس ايه يعني خليه صافي. بس نزل بذرتين هنشيلهم. تمام، طيب شايفين كده؟ انا بس هكمل المربعين دول لان هو اصلا اوريدي نازل. البذرة دي بقى نشيلها عشان مش عايزين فيها بذرة خالص، شايفين الجمال؟ بس كده اهو، هنا في بذرة برضو اهي، بس كده. هجيب بقى الغطا بتاعها واغطي عليها واحطها بالفريزر تجمد، بعد كده هننقلها في كاس حفظ الاكل، الكاس اللي هي دي. تمام، هنحفظها فيها واشيلها بالفريزر وقت ما احتاج، هيكون مكعب لوحده، كل واحد لوحده اخدها واحطها. تمام، بس طيب بالنسبه للقشر هنعمل فيه ايه؟ القشر ده كله هتجمعيه في كيس. تمام، وانت بتغسلي بط، بتغسلي حمام، بتغسلي دياي، بتغسلي اي حاجه محتاجه سمك، هتطلعي منها القشرتين كده وتحطيهم في الميه. هتاخدي بقى العصاره مع انتوا عارفين الاصفر ده بيبقى بيطلع ريحه نفاذه جدا وبيدي نظافه رهيبه، هتستعمليهم او هتستعمليه مثلا في تنظيف البوتاجاز، تنظيف اسمه ايه الحوض، تاخدي واحد كده وتحطيه في الحوض بيدي فواحه كده للمطبخ طول ما انت ايه قاعده تشتغلي، بالذات بعد زفوره يعني. تمام، يلا هنتلج ده واجي اوريكم حفظه. حطيت القشر كده. تمام، كل ما احتاج اخد واحده احطها في السمك او الدياي او اي شيء. بس كده وصلنا لنهايه الفيديو، فيديو بسيط جدا ومش محتاج، عملته قبل كده معاكم، بس بما اني كان عندي ليمون وعايزه اتلجه فقلت اوريكم الفكره. نتقابل فيديو جديد، مع السلامه.